نفذ فعاليات ورؤساء بلديات واتحادات ومخاطير عدد من بلدات البقاع الغربي اعتصاما احتجاجيا أمام مركز مؤسسة كهرباء لبنان في مشغرة، رفضا لتعرفة الكهرباء التي لا يمكن تحملها في ظل هذه الظروف الصعبة. الكلمات شددت على ضرورة إعادة النظر بهذه التعرفة التي تضر بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين. نحن بدنا يعملونا أسوة بأسوة الدول مثل لبنان، دول النامي، حيث لا يتجاوز التعرفة على الكيلو وات 5 سنت والأربعة سنت. هذا العمل أثر كثير على أصحاب المصالح وأصحاب الدخل المحدود. أصحاب المصالح سكرت مصالحها. دائما الدولة وقت اللي بدها تبني بلد بتدعمه صناعيا وبتدعمه لحتى يقوى. عندنا بالعكس بلبنان ما بنشوف إلا الدمار عم بيجي على أصحاب المؤسسات، وخاصة أنه عندنا هون منطقة زراعية وفي برادات تفاح وفي مؤسسات، في معامل حجر والأرعان، يعني هذه زادت الكلفة عليها كثير، بدها تزيد الكلفة على المواطن كمان. وحذر المعتصمون من خطوات تصعيدية يشركون بها كل أبناء المنطقة في حال عدم إيجاد حل لهذه المشكلة الكبيرة التي تؤرق كل المواطنين.